وإما كنتم عم تتابعونا أصدقائنا المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم. مثل ما سبق وذكرنا، محطاتنا اليوم عديدة ومتعددة وبترضي كل الأذواق، فيها الثقافة، فيها الفن، فيها الطب. محطتنا هلأ مع شادي ريا، مؤلف كتاب موسيقات الحضارات والأديان، مباشرة عبر سكايب. شادي بونجور، صباح الخير، كيف صحتك؟ صرنا زمان ما تلاقينا فيس تو فيس، هلا صح. عبر سكايب تنحكي نحن وياك عن نظام التعليم عن بعد بزمن الكورونا. منطرق شوي لشو فينا نعمل، شو فينا نسمع بهالوقت شادي، كمان الوضع الموسيقي حاليا، علما انه كلنا بنعرف انه كل الموسيقيين محجورين كمان داخل البيت، ممنوع يظهروا. هل هناك من افكار جديده؟ هل بيطلعوا باشياء هيك مهضومه ليسلوا حالهم ويسلوا الاخرين؟ بالبدايه اول شيء خلينا نحكي نحن وياك بنظام التعليم عن بعد بزمن الكورونا، التعليم الموسيقي طبعا إلى أي حد ناجح؟ في الواحد يعطي أونلاين، يعلم موسيقى أونلاين؟ هلا هو نظام التعليم عن بعد بلش من زمان، تقريبا سنة 1892 نعم بجامعة شيكاغو. أني أول شيء عملوا نظام التعليم عن بعد عبر المراسلة وعبر البريد، وكانت تجربة ناجحة للأشخاص اللي عندهم إذا بدك مشاكل بالتعليم الأكاديمي اللي بالمدرسة وبغيره. نحن بلبنان مش مجربين هالتجربة قبل، بلشنا فيها هلا بزمن الكورونا يعني، وخصوصي الموسيقى. هلا بعض المدارس كانت تعطي نظام عن بعد، تعليم عن بعد من فترات، من كذا سنة، بس موسيقيا يعني ما بعرف إذا شفتي الأوركسترا الشرق العربي شو عملت من فترة. هذا انا بعتبره انجاز كثير كبير، وتحيه للمايسترو أندري حاج كمان يعني، ولكل الشباب الموسيقي. تعليم عن بعد بالموسيقى خصوصا انا ما بعتبره كثير ناجح. ليه؟ لانه لما يكون التلميذ قاعد حدك وعم تحكي انت وياه وعم تفرجيه كيف عم تعزفي قدامه وعم تسمعي احاسيسه هو وتصالحي له هالاحاسيس، قد ما يكون في حكي بينك وبينه وفي تواصل اجتماعي وعبر شاشه وعبر صوت، ما بتقدري توصلي احساس معين. الاحساس ما بيوصل عبر الشاشه ولا بيقدر يوصل عبر الصوت. بدك تقعدي حد هالتلميذ تفسري له شو عم بيصير، تحكيه بحاله المقطوعه الموسيقيه اللي هو عم بيعزفها وتعزفي له اياها قدامه مثلا، او تسمعيه شيء كمان. وبعدين قديش بدك تعلمي عن بعد؟ يعني بدك ما فيك تستعملي اكثر من 30 دقيقه او 40 دقيقه كنظام تعليم، والا انت بتملي والتلميذ بمل كمان. اي بس اوقات شادي بنشوف الصبايا والشباب الجون يعني بياخذوا مثلا يوتيوب بحطوا معزوفه قدامهم وبيقعدوا بيعزفوها، هلا الى اي حد مزبوط هذا الشيء؟ ما بعرف مزبوط، هل بيتعلموا الموسيقى بشكل غلط؟ هل هالشيء فقط بيسليهم وبينمي لهم شوي تفكيرهم الموسيقي ولكن مش هيدا الصحيح 100% كعلم لازم يعطى؟ صح الخطي شغله. نحن هلا بعصر السوشيال ميديا، كل حدا بيطلع على باله يفتح قناه على اليوتيوب، يفتح قناه وبيقعد يعلم وبيخبر، وخصوصي هلا درجه اخر فتره يعني كل واحد صار فاتح مدرسه على اليوتيوب. هذا شيء غلط كبير. بتلاحظي من التلاميذ يعني اللي بيجوا لعندنا نحن على المعهد او بغير معاهد قديش معلمين غلط، يعني قديش مبلشين ببدايه غلط موسيقيه، ترجعي تتعذب كثير لترجعي تصلحي لهم ويبلشوا ينطلقوا بالموسيقى بشكل صحيح. ما فيك تعلمي على اليوتيوب، والا كان كل التعليم الموسيقى على اليوتيوب او غير الموسيقى يعني، ما بتقدري تعلمي على اليوتيوب. طيب الطلاب يلي بدهم ينموا حالهم بهالفترة الزمنية شادي، يلي مثل ما سبق وقلنا هيدي يعني مرحلة مستجدة علينا، نحن منا معودين على هيدي الحالة، عم نحاول نعود حالنا عليها. الصبايا والشباب الصغار المهضومين يلي حابين يطوروا حالهم بهيدا المجال، شو فين يعملوا؟ هن قاعدين ببيتهم محجورين، ما فيهم يظهروا من العتبة مثل ما بيقولوا، كيف شو فيهم يعملوا؟ بيسمعوا موسيقى معينة، بيسمعوا ميوزيك كلاسيك، شو بتنصحهم يعملوا بهيدي الفترة بالتحديد؟ هلا نحن كسيستم متبعينه بالمعهد، اول شيء نحن بنرفق تلاميذنا على اخر خطوه، يعني نحن كل يوم على تواصل مع التلاميذ ومستعدين باي لحظه اذا في اي سؤال او اي شيء بيسالونا اياه، ما في مشكله. بدك ترعي، بدك يكون في رعايه للتلاميذ بهذا الموضوع.
حتى اول شيء كمان ما ينسوا المعلومات اللي عندهم اللي اخذوها يعني عبر هالاشهر او سنين تعلموها، ما ينسوا المعلومات. الشغله الثانيه بدنا ننتبه شو عم نسمع، يعني نحن بخصوصي بوضع الحجر الصحي بدنا ننتبه شو عم نسمع، لانه الموسيقى سيف ذو حدين كمان. يعني انا ما فيني اجي قاعد ببيتي صار لي 20 يوم او 25 يوم اذا اسمع موسيقى بتكئبني او اسمع موسيقى بتخليني هلوس، لانه بتعرف الموسيقى انواع، في موسيقى الهلوسي، في موسيقى يلي بتروق الاعصاب، في موسيقى يلي بتخليك تهايبري، كذا نوع. انا شخصيا مع فكره انه نحن نسمع هلا اغاني حماسيه ننبسط، يكون في عندنا شويه فكاهه باللي عم نعمله، ونقدر ننمي مواهبنا كمان، نقدر نشتغل اكثر، نتمرن اكثر، وعندنا وقت الكافي هلا للتمرين. يعني هلا ما في مدارس، ما في شيء، فينا نقعد نتمرن، فينا نقعد نطلع نحن اشياء جديده، نتكل على سماعنا كمان، نسال الاساتذه، نختبر قصص جديده كمان. يعني شادي دائما بيقولوا الفنان بيكون بتخليني بتخلي حسيسي ومعنوياتي تهبط كمان، يعني بدي انتبه من الموسيقى الكلاسيكيه كمان ما بقدر اسمعها بكل الاوقات. يعني دائما بيقولوا انه الفنان شادي حساس اكثر من غيره، دائما بيكون عنده الاحساس المرهف اكثر من غيره، يمكن حتى الزربه بتكون عليه اقسى من غيره، لانه هو دائما يعني ينشد الحريه، ينشد الخلق والابداع. حضرتك كموسيقي مخضرم وصار لك زمان بهذا المجال، كيف عم بتقضي هالوقت مع الكورونا؟ عم بتالف شيء جديد؟ بتقعد بتعزف منك ولحالك؟ بتسمع اصحابك؟ عندك شيء فكره عم تشتغل عليها؟ حطنا بالاجواء. هلا شوفي، انا بالنسبه لي الحجر ما هو شيء، يعني انا معبي وقتي فول تايم. اول شغله بسمع موسيقى كثير، بعزف موسيقى كثير، بتواصل مع تلاميذي، بعمل كل شيء بحبه. يعني انا كل شيء بحبه بالحياه عم نفذه هلا، لانه ما بقدر اعمله بدل ما اكون بشغلي. وهلا انا صار لي شهر قاعد بالبيت، يعني ما عم بروح ولا عم بجي. في عنا كثير مواهب نحن كناس نقدر نعملها. إذا ما بنحب نعزف موسيقى، فينا نسمع موسيقى، فينا نهتم بشيء ثاني، فينا نظبط بيتنا، نرتب غرفتنا كل يوم، فينا نعمل شيء أكل بنحبه. ولك يا شادي، زبطنا غرفتنا وزبطنا الخزانات وعملنا 100 أكل بنحبها وما خلينا شيء بيخطر بالبال إلا ما عملناه، شو بدنا نعمل بعد؟ يلا رح نعرف منك ورح ناخد كمان منك فكرة عن كتاب موسيقات الحضارات والأديان لو سمحتوا، لكن من بعد ما ننتقل لناخد فكرة عن آخر وأهم المحطات الإخبارية ضمن موجز إخباري ونتابع. شكرا ناتالي، وفيتينا بأهم المحطات الإخبارية ضمن موجز أخبار الساعة 10. عودي لضيفنا شادي ريا، مؤلف كتاب موسيقات الحضارات والأديان. طبعا نحن باتصال مباشر مع شادي عبر سكايب. شادي معك، بعدك معنا؟ أنا معك. أنا بس بدي أقول شغلة سحر إذا بتسمحي لي. تفضل. الإنسان لما يعيش بحالة طوارئ، وظيفته الوحيدة هو إنه يعيش اليوم الحالي بأفضل شكل ممكن. صح. لأنه بكرة بيكون مبهم عادة، نحن ما بنعرف شو في بكرة. واللي تبين معنا نحن كشعب لبناني انه نحن ما عندنا مؤهلات الكافيه لنقدر نعيش يومياتنا بشكل سهل او بشكل اسهل. من اي ناحيه؟ من كل النواحي، نحن ما عندنا الخبره الكافيه انه نقدر نعيش بحجر صحي مثلا 30 يوم بالبيت، مش معودين، الشعب منه معود على هالطريقه، نحن بنحب الكيف، بنحب السهر، بنحب الضهرات. وحتى نقدر نعيش يومياتنا بشكل اسهل، الحياة تدعينا أنه يكون الإنسان يكون عنده واجب يكون إنسان صحيح، ما يفكر ببكرة، لازم يعيش اليوم ليوصل لغد أفضل. نحن اليوم مدعوين كلنا لنعمل هيدا الشيء. كل شيء الحياة بتقدم لنا إياه لازم نحن نعمل هيك خلطة سحرية مثل بيقولوا، فيها حكمة بتخلينا انه نهتم بصحتنا الفكريه وصحتنا النفسيه والجسديه، ولازم نتقبل بعضنا مثل ما نحن. ونزيد على هالخلطه اذا بدك هيك رشه حب وايمان ورجاء ورشه من الفكاهه،
تكون حياتنا كمان هيك سعيدة يعني. هيك أنا بشوف الحجر يعني، لأنه إذا فكرنا بغير هاي الطريقة رح نوصل لمرحلة كثير صعبة بعدين يعني. 100% شادي، ما بدي يمرق، نعم ما بدي يمرق الوقت بدون ما نجيب سيرة كتاب موسيقات الحضارات والأديان، حضرتك وقعت عليه واشتغلته يعني بطريقة كتير جيدة، وضعنا بالصورة يلي بده يقتني هالكتاب، شو 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 بيلاقي فيه؟ كتاب موسيقات الحضارات والأديان هو بحث علمي محض يعني، أخذ معي تقريبا 3 سنين شغل لحتى قدرت اطلع بهذا البحث. بيحكي عن كل الموسيقات الموجودة واللي قطعت علينا عبر العصور يعني، من أول حضارة نحن عرفناها يلي هي الحضارة السومرية يلي حتى لو وصلنا لليوم الحضارة اللي عم نعيشها هلا، وحكي عن كل الحضارات يعني وعن كل الموسيقات بالأديان الموجودة. وبنكتشف نحن أنه مثلا مثل الموسيقى السوريانية أو الموسيقى البيزنطية هن أساس كل الموسيقات الموجودة بالكون، من هالموسيقات الاثنين انطلقت كل الموسيقات الموجودة بالكون. قدي نحن بوضعنا الحالي قادرين نخلق، يكون عندنا خلق وإبداع يعني، يكون عندنا هالإيماجيناسيون كرياتريس لنخلق موسيقى جديدة، نوتات جديدة، ما بعرف يعني. أنتوا حضركم كموسيقيين بهيدي الفترة بتعطوا أكتر، في ناس ما بيشتغلوا إلا تحت الضغوطات شادي يعني، بس يحسوا حالهم مضغوطين بتلاقيهم أبدعوا، يا لطيف عملوا شيء يمكن بحياتهم كلها مش عاملينه، وفي بعض الناس لا بدهم يحسوا بالحرية ليقدروا يعطوا. خليني أحكي عنك أنت بهيدا الحجر، هل عملت شيء جديد؟ هل ألفت قطعة موسيقية جديدة؟ هل اشتغلت على نوتات جديدة؟ طبعاً أنا كل يوم عندي شيء جديد يعني، إذا ما عملت كل يوم شيء جديد بحس حالي إنسان فاشل وإنسان روتيني عم بكرر حالي يعني. مش بس عملت مقطوعات جديدة، حتى عم فكر كنت من فترة أنه غير المناهج بالمعهد اللي أنا بعلم فيه ومعهدي يعني، حتى كمان غيرت المناهج كلها وناطره بس هلا تفتح المطبعه او يفتح شي حدا لحتى نقدر نشتغل على المناهج الجديده. وانا كل يوم على تواصل مع اساتذه كان بلبنان او برات لبنان، كل يوم بخلق شيء جديد لالي يعني، كان موسيقيا او غير موسيقيا. الانسان لما يعيش بروتين معين بيفقد حماسه للشغل يعني، ما بقى عنده شيء. فكل يوم لازم الانسان يطور حاله قد ما بيقدر يطور حاله. نعم شادي ريا، مؤلف كتاب موسيقات الحضارات والأديان، أنا بدي أشكر إطلالتك اليوم الصباحية، يمكن وعينيك ما بعرف إذا كنت نايم شادي على كل نومي كرمالك تستاهل سحر. أنا كثير مشتاق لك عن جد يعني، وبتمنى أنه نلتقى قريبا. أنا كمان مشتقت لك، شكرا لك شادي، إن شاء الله بمرة تانية بنلتقي باستوديو وبنكون خلصنا من قصة الكورونا. أهلا وسهلا فيك شادي. الله يخليك. أهلا وسهلا فيك. أصدقائنا المشاهدين، نحن متابعين معكم، ما تروحوا لبعيد، بناخد بريك ونواصل معكم مباشرة على الهواء. رجعنا لكم أصدقائنا المشاهدين مباشرة على الهواء، أهلا وسهلا فيكم. المحطة هلأ مع دونيس أبي راشد، معالجة نفسية للثنائي. نحن باتصال مباشر مع دونيس، بنقول لك صباح الخير أكيد عبر سكايب. هاي دونيس. هاي صباح النور، كيفك اليوم؟ ماشي الحال. يعني موضوعنا مهم، خاصة أنه هلأ بالفترة الأخيرة نظرا للكورونا المستجدة كتير صار في قعدة بالبيت للثنائي سوا، كتير عم بيحتكوا سوا، كتير في أفكار عم بيتبادلوها سوا. يعني هيدا القعدة طبعا نحن حكينا عنها سابقا نحن وياك قد إلى سلبيات وإيجابيات، اليوم بدنا نحكي عن شو ممكن ناخد نصائح منك دونيس لعلاقة زوجية متينة أكثر. هلأ بالبداية أكيد ما بكفي أنه نحب لحتى لننجح العلاقة. نعم. ومثل ما عم بتقولي يعني أصلا الخلافات الزوجية هي واقع، وهلأ زادت كتير بالحالة يلي نحن فيها،
وهيدي القعده بالبيت والروتين، اصلا الظهره برات البيت والروتين اليومي كان يخلق مثل كان ينظم حياه الفرد وحياه الكوبل، وكان يخلق هيدي المساحه او المسافه المناسبه بين الاشخاص لحتى يقدروا يشتغلوا على حالهم وعلى علاقتهم بشريكهم. نعم. فهالتغيير المفاجئ بنمط الحياة أكيد بيظهر الخلافات بشكل كتير كبير، وبيخلي العلاقة هيك تفوت بتحدي أكبر بعد. لذلك ما بيكفي أنه نحب لحتى ننجح علاقتنا بشريكنا، في بعض القوانين أنا بسميهم قوانين ذهبية أو قوانين الأساسية يلي ممكن تساعد تنوصل لعلاقة متينة وقوية. هلا قبل ما أقول... قبل ما تبلشي دونيس تخبرينا عن هالنصائح او اذا بدك عن هالقوانين لعلاقه زوجيه متينه، هي هيدي القعده مفروض تخلق خلافات؟ يعني دائما نحن بنسمعها احيانا على سبيل المزاح انه ايه هلا مزروبين مع بعضهم الزوجين فاكيد ولعاني او اكيد في خلافات كثير، هو مفروض اذا هيدي القعده وطولت اكيد ورح تطول اكثر، هي مفروض تخلق خلافات ولا لا ممكن تكون فسحه؟ ما بدي اقول لك للتعرف إلى الآخر بتضحكي، لا بس أنه ممكن تكون فسحة لتبادل وجهات نظر، لتبادل أفكار، إيه لمعرفة الآخر أكثر، ليه لا؟ صحيح، هي فيها تكون فرصة لتقرب الأشخاص من بعضهم، مظبوط يعني عم تقولي، وفيها تخلي العلاقة تصير متينة أكثر، خصوصاً أنه اليوم صار عندنا الوقت وصرنا بمكان مجموعين مع بعضنا وقادرين نخلق روتين جديد بحياتنا، ولكن فيها تحدي كتير كبير. يعني اليوم أصلاً الشخص مخربط مع ذاته، يعني اليوم الشخص عم بعيش خوف وقلق من يلي عم بيصير، حاسس روتين حياته تغيرت، بيصير عم يتخانق مع ذاته الشخص، فكم بالأحرى مع شريكه. يعني التحدي اليوم كبير إذا ما عرفنا نشتغل على العلاقة، مشان هيك الخلافات عم بتزيد. بس طبعاً فينا نستفيد من هيدا الشيء ونقدر نعزز علاقتنا أكثر، وهيدا يلي عطول منقوله، لأنه مرات كتير الكوبلات بيقولوا نحن ما عنا وقت لبعضنا. اليوم نحن بالحالة يلي نحن فيها بالعكس عنا كل الوقت لحتى نكون مع بعضنا وتنكون داعمين لبعضنا بالحالة يلي نحن عم نقطع فيها. قلتي في عدة نقاط بدك تحكي عبر وضمنا دونيز، بنبدأ معك من أول نقطة، شو هي النقطة الأساسية لتكون العلاقة جيدة ومتينة خاصة بهيدي المرحلة الزمنية اللي نحن عم نعيشها؟ أوكي، هلأ نحن في 5 قوانين أنا بسميهم ممكن يساعدوا مثل ما قلنا لحتى يخلوا العلاقة تكون قوية ومتينة. بس قبل ما أقول شو هن هول القوانين بدي أقول أنه نحن قبل ما نكون بكوبل عنا كلنا نماذج عن الحياة الزوجية، مثل صورة مثالية إذا بدي كيف بكون مع الآخر، أنا بعمل هيك بكون هيك، حياتي بدي إياها تكون بهيدي الطريقة. هلا اكيد هيدي الصوره يلي عندي اياها هي بترجع للماضي ولنموذج الكوبل يلي كان عندي اياه، يعني نموذج كوبل الاهل يلي عنا اياه من نحن وصغار. الامور الايجابيه منجرب يمكن نقلدها، والامور السلبيه منجرب نعمل عكسها، واهلنا كمان يعني ما كانوا كثير خلاقين، كانوا كمان عم بيقلدوا اهاليهم قبل. لذلك طبيعي انه مشاريعنا وصورنا عن الحياة العاطفية تكون مرات مليانة أغلاط وأحلام مرات منا واقعية، وبتأثر على يوميات الكوبل تبعنا، بتأثر بعلاقتنا مع شريكنا. هلأ الحل بشكل عام هو أنه أنا أقدر شوي وشوي أكيد أدفن، يعني أتخطى الماضي وأعمل مثل إعادة تأليف لطقوس، يعني يصير عندنا نحن طقوسنا الخاصة، قوانينا وطريقتنا الخاصة بالعيش مع بعضنا، من دون ما نأسر حالنا ونأسر الآخر بالمعتقد أنه لازم نعمل هيك أو هيك لازم الأمور تصير، أو إذا بدك بالمقارنة يلي مرات بنعملها ويلي بتكون عم بتشكل خلل كتير كبير بالعلاقة. نعم دونيس، يمكن طرف معين بده هيدي الشغلة، الطرف الآخر ما بده، يمكن في طرف من هالزوجين بده أنه يخلق علاقة جديدة، مش ضروري يكون كتير آخذ من عادات وتقاليد أهل وطريقة تصرفاتهم، بده يخلق حياة جديدة إذا صح التعبير مع الشريك، ولكن الطرف الآخر دون جدوى ما بهمه الموضوع، كتير معلق بعادات وتقاليد وكتير معلق بما أخذ من الأب والسلف والخلف. هون كيف بده يصير إذا بدك هيدي نقطة الارتباط بين اثنين ليصالوا إلى علاقة جيدة؟ هلأ عم تقولي كتير مزبوط، لأنه إيد واحدة ما بتزقف، يعني اليوم أنا ما بقدر زبط العلاقة إذا ما كنا اثنين مقررين أنه بدنا نزبط العلاقة. وهيدا يلي بيصير إجمالا بالتيرابي للكوب، يعني بعلاج الثنائي بدهم يجوا اثنيناتهم، وبدهم اثنيناتهم يقرروا يشتغلوا على العلاقة، وإلا بيكون العلاقة عم تنجح يعني على حساب حدا، وهيدي ما بتعود علاقة صحية.
هلا بس في طريقه انه انا خلي الاخر يفوت معي بهذا المشروع. هلا هن مثل ما قلنا هن خمس قوانين رح نحكي عنهم. اول شغله يلي هي بتخص اثنين ويلي اثنين مثل ما قلنا لازم يكونوا معنيين فيها، هي انه نعرف ناخذ القرار. اخذ القرار هي شغله كثير اساسيه. يمكن يعني انه نقدر نكون بكوبل، بدي اقول هيدا قرار نحن بناخده بوعي وبعقل مش بقلبنا، وهيدا يلي مرات الاشخاص بيسالون عياه بالعياده، يعني بالعلاج اللي بيكونوا هن عم يتبعوه كرمال الكوبل تبعهم، بيقولوا انه طب انا بقدر ارجع حب الاخر، هل يا ترى انا بقدر ارجع اكون مبسوطه بعلاقتي واستعيد مشاعري تجاه الاخر؟ اكيد اكيد بدنا نعرف انه بدنا نامن انه هيدا الشيء في ينجح معنا. اليوم السر بالحياه للامور تتحقق هو اول شيء اني امن فيها. يعني انا بقول لهم حياتنا هي نتيجه قراراتنا وافعالنا. لذلك بس قرر انه بدي احب الشخص وبس قرر انه بدي اكون مبسوطه مع الشخص، ايه بقدر نجح العلاقه. بدنا نعرف انه الشغف اللي بنعيشه باول العلاقه يمكن بدوم 3 اشهر او ماكسيموم 3 سنين، بس حتى لي يقدر يدوم 30 سنه لازم نختار هيدا الشيء وناخذ قرار فيه. لذلك بدي اعرف انه هيدا مشروع وتينجح بده جهد دايم ومتواصل من قبل الاثنين. هي اول شغله، هي اول قانون انه هيدا مشروع بدنا اثنيناتنا نكون اخذين قرار فيه وبده جهد دايم ومتواصل من قبل الاثنين. هي اول نقطه. دنيز هون ثقافه الفرد قد ايه بتلعب دور، نضوج الفرد قد ايه بيلعب دور، نضوج الزوج وعدم نضوج الزوجي او بالعكس ثقافه الزوجي وزوج بين هلالين غير مثقف، هل امور هذه بتلعب دورها ولا هون صرنا عم نحكي بامور ثانويه؟ لا اللي عم تقوليه هيدي تاني نقطة كثير مظبوطة يلي هي سبقتك دنيز يلي هي الفروقات الموجودة بيناتنا، هيدي إحدى الفروقات وهيدي يلي مرات كثير بتخلق صراعات بقلب الكوبل أكيد، بس هون هي هيدي تاني قانون إنه ما بدنا نخاف من الفروقات الموجودة وإنما بدنا نحترمها. يعني بدي أقبل العلاقة يلي منا كاملة. يعني اليوم إذا الفروقات بتخلق صراعات ولكن هي كمان بتخلق انجذاب بمحلات صح. وهي بتكمل العلاقة. واليوم الخطأ يلي بنعمله إنه بس نحب بعضنا بنصير حاسين إنه نحنا واحد وإنه نحنا مثل بعضنا، ولكن نحنا اثنين وكتير مختلفين، ومش لأنه قراب من بعضنا وعلاقتنا حميمة يعني صرنا مثل بعضنا. إيه بس نحنا غلط إنه نفكر حالنا إنه نحنا واحد أو نحس إنه فعلاً نحنا واحد، غلط؟ لأن نحن بيربونا عليها أنه بس تزوجوا بتصيروا جسد واحد بروح وحدة بقرارات وحدة بطريقة حياة وحدة. يعني كل اللي ربونا عليه كان خاطئ كان غلط، لكن بمطرح معين أثر علينا بطريقة سلبية هيدي المفاهيم، لأنه نحن اثنين وكتير مختلفين برجع بقول، ولكن عندنا مشروع مشترك. يعني نحن مختلفين عن بعضنا بس نحن بيجمعنا شيء يلي هو هيدي العلاقة، هيدي يلي بدنا نحكي عنها كيف نقدر نعتني فيها. في مشروع مشترك بيناتنا بس نحن كتير مختلفين عن بعضنا، وهيدي الاختلافات يلي بدنا نعرف نقبلها، وهيدي قانون أساسي لحتى نوصل لعلاقة سعيدة وصحية ومتينة بيناتنا، أنه نعرف نقبل هالاختلافات. لأنه وجود الآخر يلي هو قريب مني ممكن يخربط لي حياتي أوقات، نظرتي لذاتي، عاداتي، حتى مبادئي. مشان هيك الاندماج الحقيقي انه اعرف اقبل الاخر مثل ما هو مش مثل ما انا بدي اياه يكون. اعرف اقبله يعني في امور بالاخر ما بتتغير. يعني ما فيني لوم شريكي على شخصيته، على ايمانه بامور معينه، على معتقداته، على اهله، هو هيك ما غشنا يعني من البدايه، هول ما بيتغيروا. فانا مع الوقت اذا انزعجت منه يمكن فيني اتضايق من تصرفاته، من سلوكياته، من افعاله، بس من دون ما اعيد النظر بشخصه. يعني هون كثير مهم غلط الفردي. دنيز عفوا على المقاطعه، هون غلط تلفت النظر، يعني انا غلط الفت نظر زوجي او هو غلط يلفت نظري على امور خاطئه انا بقوم فيها من خلال التصرفات او من خلال مقاربه الامور او بالعكس، هون غلط. وهل الطرف الاخر قد يتقبل؟ لان انا يمكن شايفه غلط كثير كبير بمكان معين، الجا الى لفت النظر ولكن ما يكون مقبول لفت هالنظر، ساعتها لا بالعكس بالعكس ضروري نحكي. وقت نكون مزعوجين ضروري نحكي، ولكن بدنا نعرف كيف نحكي وايمتى نحكي وشو نحكي، لانه هيدي بتدخل بالتواصل يلي هلا كان بدنا نوصل لها بعد شوي. التواصل هو او اذا بدك الحوار يلي هو دائما بنحكي فيه ويلي هو دائما بنقول انه نحن
لازم نعبر عن مشاعرنا ولازم نقول للآخر شو زعجنا وما لازم نتركهم جواتنا، لأنه الكبت هو أنا بقول لهم قنبلة موقوتة بترجع تفقع بعدين. يعني نحن لازم نحكي عن الأشياء اللي زعجتنا، ولكن هيدا التواصل أو هيدا الحوار إذا ما تأناه، لأنه هو فن، يعني هو له طريقة وله قصص، إذا نحن ما تأناه في وصلنا لمحل يفوتنا بمشاكل كتير كبيرة. وأغلب المشاكل يلي بيوقعوا فيها الكوبل اليوم سببها مشكلة بالتواصل. يعني اليوم المشاكل عند الكوبلات بتبلش بتكون كتير صغيرة، أنا بكون متضايقة من شيء كتير بسيط بس ما بعرف أحكي فيه، بخبيه أو يمكن بستحي فيه ما بقوله. وقت أروح أتواصل مع شريكة بلش بصير في تجريح، بصير في إهانات، بصير في أشياء مأزية بالعلاقة بتبعدنا عن بعضنا، وبكون المشكل يلي هو كان كتير صغير بيوصل بصير يكبر مع الوقت، وفعلا بصير في مشاكل وتجريح بيناتنا ومسافة كتير بعيدة بيناتنا، والمشكل الأساسي ما بنكون حكينا فيه، بكون يمكن كان رح ينحل. لذلك سوء التواصل وسوء الحوار هو بيوصل لمشاكل كتير كبيرة بالكوبل، مثل ما هو في حلل كل المشاكل إذا عرفت أتقنه. يعني هو إذا بدك العصا السحرية يلي رح يخليني مشاكل قد ما كانت كبيرة تنحل إذا فعلاً عرفت أتقن هيدا الحوار. مشان هيك هو الحوار المفتاح لكل المشاكل، لكل الأزمات يلي بتصير بين الزوجين. ولكن تبقى المشكلة الأساسية إذا زوج بده الحوار والزوج الآخر رافض الحوار، هيدي مشكلة. هلأ إذا رافض الحوار، إذا تأنت الحوار ما في يرفضه، رح أقول لك ليش. لأنه الحوار أول شيء ببلش بأشياء إيجابية. يعني بالحوار أنا بدي أعرف كيف أحكي وكمان بدي أعرف كيف أسمع. يعني مشان هيك أنا دايما بقول لهم قبل ما تروحوا تعملوا حوار فكروا هل أنتوا فعلا رايحين تعملوا حوار أو رايحين نتخانق مع الآخر أو رايحين فيش خلقنا. لأنه مرات أنا بكون رايحة لأني أنا متضايقة بدي ضايق الآخر، ما بكون رايحة أعمل حوار، مشان هيك بيفشل. فلازم أنا أعرف أختار الوقت المناسب ومثل ما قلت الطريقة المناسبة. يعني أنا وقت بدي بلش أحكي مع الشريك بدي أحكي عن حالي، عن مشاعري، عن احتياجاتي، عن أنا شو عم بحس من دون الاتهامات. بدي أعرف إذا بديك أحكي مع الآخر وجرب أفهمه وأفهم ردات فعله كيف هي مرتبطة بحاجاته وتاريخته وثقافته من دون الاتهامات العشوائية يلي بتخلي الواحد يسكر. يعني أنا بدي أشوف كمان هو وقت بدي أسمع بدي أعرف أسمع هو كيف عاش الشغلة بأي طريقة، شو كانت وجهة نظره. لأنه في أربع أشياء أنا بقولهم بتعطل عملية التواصل. يعني إذا بدي كان أخطاء الحوار بنسميها، يعني هي دائما بنستعملها مشان هيك ما بنعرف نتحاور مع بعضنا. ففي اربع اشياء بدنا نبعد عنها بالتواصل، يلي هي ممنوع الاتهام، وقت اتهم الاخر يحس حاله انه انا عم بلومه، هي ممنوعه. ممنوع التهديد، ممنوع الحكم. الحكم يعني وقت اقول له للشريك ما انت دائما هيك، ما انا بعرف، ما انا بعرفك كثير منيح، ما انت دائما هيك، هيدا حكم. وممنوع المسبق، نعم صحيح. هو بصير بده يدافع عن حاله انه خلص ما انا دائما هيك، هي شو ما عملت ما رح تشوف انه انا تغيرت. وممنوع المقارنه، الاتهام. المقارنه باي مجال بشو؟ المقارنه يعني بساله يا شريكي انت عم بتكون هيك بينما مدري مين بيتصرف مع شريكه شيء ثاني. او بس هون اذا عطيتي دونيز، يعني اذا عطيتي المثل الصحيح ما ممكن يتاثر. يعني هل قد غلط اذا قلتي له مثلا انه ليك صديقتي زوجة شو جيد أو كيف بيتعامل معها؟ أنت كمان هون ما بتكوني عم تبيني له مثل جيد يحتذى به، خاصة إذا كان هالزوج جيد ورائع مع مرته، ولا لا بتكوني عم تبيني له أنه أنت دايما أقل، بدك تشتغل على حالك لتكون ذات المستوى. مظبوط. عم بين له أنه أنت لازم تكون مثل هيداك الشخص، أنت ما بتعرف تكون مثل هيداك الشخص. يعني أنا هون أذيته، صار هو حكماً بده يبلش حواره معي بطريقة عدائية، بده يبلش حواره معي بأنه بده يدافع عن حاله، بده يبلش حواره معي وحاسس حاله أقل. فهون كتر يعني صرنا بالحوار العنفي مش الحوار اللا عنفي، يعني صار في عنف بالحوار، وهيدا هول من أخطاء الحوار. أكيد ما بدي أقول له أنت هيك والشخص الآخر شيء تاني. بدي احكي بالحوار عن مشاعري انا، عن احاسيسي انا، من دون ما لوم الاخر، من دون ما اكون عم بقول له لانه انت هيك. يعني فيني اقول لشريكي انا مثلا انا بحس انا بحاجه انك تكون حدي، من دون ما اقول له بس انت دائما بتتركني لوحدي. فوقت الشخص يسمع الثاني ويسمع الحاجات شريكه الاخر ما بعود يقوس عليه بالحوار،
بصير فعلا قادر يسمعه. يعني انا فيني جر الشريك الاخر لانه يعمل حوار جيد اذا انا تأنت الحوار الجيد. بس هون بيرجع مثل ما قلنا قد ايه انا مرتاحه مع حالي لانا اكون جاهزه اعمل هيدا الحوار. مشان هيك مش حيلا وقت فينا نروح نعمل حوار، مش نحن ومعصبين بدنا نروح نحكي مع الشريك الاخر. صحيح، بس دونيس كمان بذات الوقت في شخصيات متطرفه بقراراتها، متطرفه باقوالها، متطرفه باسلوب حياتها. في اشخاص بتعتبر انه انا دائما على صح والبقيه على خطا. في اشخاص بتعتبر انه ايه انا بعرف دير حوار والاخر ما بيعرف يدير. طيب ما كمان هول امور يعني في بين هلالين اذا بنسميها بدرج العنفصه، انه الواحد يا لطيف شايف حاله هو دائما صح والبقيه كلهم غلط. طيب هيدا كيف بدك تعملي معه حوار؟ كيف بدك تكسري له هالتطرف اللي عنده وتفوتي معه بحوار جيد وقد يؤدي الى نتائج ايجابيه؟ بدي اول شيء اعرف اسمعه، بدي اعرف اسمعه لهيدا الشخص وشوف هو شو عم بعيش. مثل ما قلنا بدي احط الاحكام المسبقه على جنب، يعني ما بدي اجي اقول براسي ما هو أصلاً ما رح يستغيلي، ما هو أصلاً ما بيعرف يعمل حوار، ما هو أصلاً متشبص بعقله. يعني بدي شيل هيدا الأحكام المسبقة وأقدر مثل ما قلنا ركز على المشاعر. يعني بس يعني ما بدي اللي عم بقوله يبين كأنه كتير إيديال، يمكن أنه بده يكون الشخص كتير مرتاح ليقدر يعمل هيدا الشيء. اليوم الكوبليت بحياتهم اليومية بيوصلوا لمطرح بحس الشخص بوقت من الأوقات أنه ما عاد طايق حاله، فيمكن صح. كيف بده يطول باله على شريكه. نعم. مشان هيك انه نكون بكوبل مثل ما قلنا هو فن، يعني هو مشروع دايم بدنا نشتغله حتى نقدر فعلا نصله ونتقنه. مشان هيك وحده من القوانين الاساسيه كمان هي انه نعرف نهتم بحالنا قبل ما نهتم بغيرنا. يعني قبل ما انا روح حتى صالح شريكي او اعرف اتواصل مع شريكي بدي اكون انا مرتاح. هيدا كانت ثالث نقطة يلي هي الاهتمام بالذات، يعني أعرف أنا أهتم بحالي. لأنه بتعرفي مرات منربع بفكرة أنه التضحية والخضوع مثل أنه هن قيمة أساسية لننجح العلاقة، وهولي أفكار خاطئة. ومشان هيك اليوم العنف عم بيزيد والمشاكل والأذى للشريك الآخر عم بيزيد، وفي مرات أشخاص عم بيسكتوا عن حقوقهم، في مرات أشخاص عم بينأذوا إن كان نفسياً إن كان معنوياً وإن كان جسدياً، وعم بيسكتوا تحت تيتر تحت عنوان إنه أنا بدي أنقذ العلاقة، إنه أنا بدي ضحي لحتى أحافظ على شريكي. هولي أفكار خاطئة. ما بدنا نكبت وما بدنا نضحي لأنه مثل ما قلت هيدا الشيء بيرجع بعدين بينفجر وبيلوث العلاقة. لا، نحن بحقلنا، يعني ما بدنا نساوم على حاجاتنا الشخصية، ما بدنا نساوم على راحتنا نحن بالكوبل. بدنا نعرف نحن نكون مرتاحين وفينا نسعى كل حياتنا لحتى نرضي حاجاتنا بالحياة. هيدا الشيء منه غلط، لأنه بالعكس بس كون أنا مبسوط بصير قادر اسعد الحواليه، بس كون انا مرتاح بصير قادر ريح الحواليه ان كان شريكي او اولادي. مشان هيك الاهتمام بالذات هو شرط اساسي لحتى نكون مستعدين للحب ولحتى نقدر نعطي الكوبل تبعنا ونسعد الاخرين. دونيس، الوضع المادي هل بيلعب دور بهيدا المجال؟ يعني اذا كانوا دائما الكوبل عم بيتخبطوا بوضع مادي مأزوم ودايما عنده مشاكل مادية ودايما عنده استحقاقات مادية مش قادرين يغطوها، هل هالأمر هيدا كمان بينعكس سلبا على العلاقة؟ ببطل فيهم إذا فينا نقول يتابعوا فيها، يبتكروا أفكار جديدة، يبقوا سوا مثل ما أول ما بلشوا بيه هيك هالحب وهالشغف؟ هلأ أكيد المشاكل المادية هي إحدى التحديات الأساسية بالكوبل إذا ما عرفنا كيف نتعامل معه. يعني اليوم المشاكل المادية عم تخلق ستريس، عم تخلق ضغط، عم بتزيد الضغوطات الموجودة. بلس يلي بخليها تكون تحدي هو إنه نحن مختلفين مثل ما قلنا بمقاربتنا للأمور. يعني يمكن يكون شريك مثلا بالنسبة له هذا الموضوع منه كتير مهم، بينما بالنسبة للشريك الآخر بيخلق له عدم أمان، بيخلق له مشكلة كتير كبيرة بده ينق عليها. فأكيد ممكن هذا الموضوع يخلق صراعات كتير كبيرة بقلب الكوبل إذا كان في اختلاف أساسي. فأكيد وحدة هاي وحدة من التحديات الكبيرة يلي أنا بدي أعرف كيف أشتغل عليها مثل غير تحديات. ومن جديد كيف بدنا نشتغل على العلاقة؟ بدنا نشتغل على حالنا بالأول، بدنا نريح حالنا بالأول. ما بدي أتوقع من الشريك الآخر إنه هو يلي بده يحل لي مشاكلي، ما بدي أتوقع. يعني بالنهاية الشريك الآخر منه الحكيم أو الدواء تبعي يلي بده يريحني، هو شريكي.
لازم نعرف نلاقي هيدا التوازن العاطفي ونكون مرتاحين مع ذاتنا قبل ما نستثمر بالعلاقة. ما بدي أتوقع من الشريك الآخر هو بده يحل لي أموري. لا، اليوم إذا عنا مشكلة، هيدا مشكلة بتخصنا اثنيناتنا، هيدا مشكلة بدنا اثنين نحطها على الطاولة ونعرف كيف نشتغل عليها. أنا حسب وجهة نظري، شريكي حسب وجهة نظره، نوصل لمطرح منلاقي حلول وسطى إذا فعلا عرفنا نعمل هيدا الحوار بيناتنا. دونيز، كتار يعني بيكونوا عم بياخدوا نصائح يمكن من قبل الأصحاب، الأقرباء، العيلة، اللي بدك، لا تكون متينة أكتر هالعلاقة. هل النصائح هون لازم تأخذ على محمل الجد؟ بس لأنه كل واحد أنا دايما بفكر فيها هو عايش ظرفه، عايش حالته، فأنا قدي فيي أنصحك إذا أنا مش فاتي على بيتك وما بعرف شو عم بيصير بينك وبين زوجك؟ أنا عم بعيش ببيتي الخاص، بأموري الخاصة، بمسؤولياتي الخاصة، بالأشياء اللي عندي الخاصة، أنا قدي فيي أعطيك النصيحة؟ وهل النصيحة بأوقات بتكون جيدة وبمحلها؟ مش كثير بيقدروا ينصحوا بعضهم، لأنه كل واحد مثل ما قلتي عم بيحكي عن خبرته هو، كل واحد عم بيحكي عن الأشياء اللي هو بيعرفها، عن الأشياء اللي هو نقلها على الكوب تبعه يلي ما بتشبه الشخص الآخر. يعني كل واحد عنده خبرته بهيدا الموضوع، فما فينا نحنا يلي عملته جارتي أنا أعمله، أو الطريقة يلي هي بتحكي فيها مع شريكة أنا أتبعها. بالعكس، هيدا مرات بيخلق إذا بدك مشكلة أكبر، لأنه بصير أنا عم بقارن بيني وبين جارتي، وليه شريكة سمع لها وشريكة ما عم بيسمع لي، فبتخلق صراعات بقلب الكوبل، بتخلق مرات مشاكل بقلب الكوبل بس نصير عم نقارن مع بعضنا، أو عم بسمع جارتي شو عم بتقول، أو قرابتي شو عم بتقول، أو هي كيف شريكة بيرد عليها وما بيرد علي. لا، مثل ما قلت بالأول، كل كوبل عنده خصوصيته، وكل كوبل هو بده يخلق طريقته، هو بده يألف طريقته الخاصة. بدنا نعرف نتخلى عن الماضي تبعنا، وأنا والشريك شوي وشوي نبني طريقتنا الخاصة، قوانيننا الخاصة، لحتى نحل مشاكلنا مع بعضنا. وإلا يعني منفوت مشكلة كتير كبيرة، لأنه ما حدا بيشبه حدا. هلأ النصايح يلي ممكن نعطيها هي نصايح عامة، يعني الأشياء يلي أنا عم أقولها هيدي نصايح عامة بتطبق على الكل. مثل وقت أقول إنه بدنا نهتم بحالنا، هيدي حكماً بتزبط مع الكل. يعني الكوبل تحت يكون كوبل صحي، تحت يكون كوبل سليم، لازم يكونوا اثنين مبسوطين، اثنين مرتاحين، مش حدا على حساب حدا، مش حدا عم بيضحي وساكت وحدا مبسوط وملاقي حاله. يعني هوري إذا بدك عناوين عامة لكل علاقة صحية. مشان هيك الخصوصية لكل كوبل، وهيدا اللي بنعمله عيادياً، يعني عيادياً منفوت بخصوصية كل كوبل، بديناميكية كل كوبل، لأنه كل كوبل عنده ديناميكيته الخاصة بكيف يتعامل مع الأشياء أو كيف يقرأ الأشياء، ما بتشبه الآخر أكيد. فهون كان بدي أقول كمان رابع نقطة أو رابع قانون، هو أنه نعرف نعتني بالعلاقة. الكوبل بحاجة لجهود مستمرة، مشان هيك نحن دايما منكرر، يعني أنا دايما بقول لهم نحن ثلاثة مش اثنين، في أنا وفي الآخر وفي العلاقة. العلاقة هي يعني هي أنتيتي لحالة، تتطلب وقت، تتطلب تفرغ، تتطلب إرادة. مشان هيك الأشخاص يلي بيقولوا أنا ما عندي وقت لشريكي، أنا بحبه لشريكي بس ما عندي وقت لإله، ما فيهم ينجحوا علاقتهم، بدها وقت العلاقة حتى تنجح. وبدنا نعرف الأمور المشتركة بيناتنا كيف نعيشها وكيف نستمتع فيها. المهم كتير أنه تقدر هالعلاقة بيناتنا تكون هالمساحة المناسبة تنكبر وننضج، ومش نحس حالنا دايما نحن تحت الأضواء وتحت الاختبار وتحت حكم الآخر، لأنه لازم نقدر نكون حقيقيين، يعني نكون حقيقيين مع ذاتنا ومع الآخر. هيدا الشيء بيسمح للكوبل بأنه يتطور وينمى وأنه يبقى عايش. نعم. النقطة الخامسة دونيز، إذا بدنا نحكي فيها كقانون أو كمساعدة، شو فينا نقول لأصدقائنا المشاهدين؟ آخر نقطة هي التجديد الدائم للتعهد، يعني ما نفوت بالروتين يلي مرات بيقتل العلاقة. مشان هيك نحن ما بدنا ننسى أنه نحن منا بس أب وأم، وإنما نحن زوج وزوجة، وعنا وقتنا الخاص وعنا اهتماماتنا الخاصة بعيدة عن الأولاد. مش دايما نقول لا نحنا ما بدنا نعمل شيء ما يكونوا الأولاد حرام، لا، هيدا منه، هيدا سيء للكوبل. الأولاد لازم يعرفوا أنه أمهم وبيهم منهم بس أم وبي،
وإنما هن زوج وزوجة وعندهم وقتهم الخاص واهتماماتهم الخاصة، وهيدا الشيء بيساعدهم أنهم يكونوا أم وأب أفضل. يعني هيدا شغلة مهمة، لأنه الكوبليت مرات بيعتبروا أنه الأولوية هي لدورهم كأم وبي، وبدنا نعرف أنه ما فينا أخذ الآخر مثل تحصيل حاصل. يعني أنه خلص ما هو بيعرف أنه أنا بحبه، ما في لزوم أني أقول له أني بحبه، أو ما في لزوم أني أهتم فيه، أو ما عليه، هو بيتحملني إذا أنا تصرفت بهيدي الطريقة أو بهيدي الطريقة. لا، ما فيني أخذ الآخر تحصيل حاصل، بدي ضل منتبهة على مشاعر الآخر، وبدي ضل عبر له عن حبي وعن اهتمامي فيه، مرات بأمور كتير صغيرة مثلا يعني بالوضع. دنيز عفوا عن المقاطعة، يعني في كتير مثلا بيكون المشكل الأساسي أنه ما بتهتم فيي على عيدي، ما بتجيب لي حتى كادو، ايه بس ما انت بتعرفي اني انا بحبك، انه بيمرق كثير اعياد ما بتبين لي حنينك وعاطفتك وحبك، حتى يمكن بجست صغيره، يمكن المره بتطلب ورده بتكون كافيه، ورده وحده او زهره، بس انه بتحس انه هيدا الطرف الاخر باله مني، عم بيهتم فيني، بيكون جواب الزوج طيب ما انت عارفه اني انا بحبك، بس هي ما بتعامله بالمثل، هي دايما بتجيب له مثلا كادويات وما بتخلي شيء يقطع الا هون. هالفرق بالمعامله بين اثنين قد ايه كمان بتعمل شرخ بالعلاقه؟ كثير مزبوط اللي عم تقولي، لانه لو انا بعرف انه شريكي بحبني، بس انا بحاجه اني اشوف هيدا الاهتمام بطريقه او باخرى. هلا ما ضروري انه هديه او ورده، يمكن حدا في الهديه بتعني له، يمكن يعني كل واحد بيقرأ الاهتمام بطريقة معينة أو بيشوف الحب بطريقة معينة. هون كمان بترجع لحسب التاني شو بحب، بس ضروري أنه نعبر للتاني عن هيدا الشيء. ما بدي أخده تحصيل حاصل، يعني ما بدي أقول أنه طب خلص لشو بدنا نحتفل، أو ضروري يعني هلأ إذا ما جبت لها وردة تزعل. إيه فيها تزعل، لأنه في هيدا الشيء بالنسبة لإلها تعتبره انه نقص بالاهتمام، تعتبره انه ما عم بيعبرنا عن حبها، بينما هي بتحب مثل ما قلت. يمكن في شخص بحب هول الامور الصغيره، بحب يعملهم. فدائما بدنا نشوف شو الشريك الاخر بحب ونعمل الاشياء يلي بحبها. يعني هيدي المناسبات هي اسمها مناسبات لانا اعبر عن الاخر عن حبي وعن تقديري له، فبدنا نستفيد من هيدي المناسبات. يعني حتى اليوم نحن بالوضع يلي نحن فيه، نحن ببيوتنا، ولكن فينا بأمور كتير صغيرة نعبر للآخر عن قديه هو مهم لنا، نعبر للآخر عن محبتنا له. مرات أنا بقولهم فينا نفوت على حياتنا مثل تقليد صغير هيك، تقليد يعني مثل روتين روتين بحياتنا. يعني مثلا يمكن نقول نحنا كل نهار جمعة رح نقعد مع بعضنا، رح ناخد هيدا الوقت لقلنا نحضر عشاء، نطفي تليفوناتنا، نطفي التيفي، يكون هيدا الوقت فعلا لقلنا تنحكي عن أحلامنا، عن رغباتنا، عن الأمور يلي منحب نحققها سوا. أمور كتير صغيرة فيها تكون كفيلة بأنه تعطينا السعادة بالكوبل. ما نفتش عن السعادة بأمور كبيرة، ما نفتش أنه ننبسط إذا عملنا هيك أو إذا صار هيك. فيها أمور كتير صغيرة أنا أكون فعلاً عم بعبر للشريك الآخر عن حبي، عم بعبر له عن تقديري، عم بعبر له قدي أنا مبسوطة معه. هول الأشياء كتير مهمة بالكوبل. نعم دونيز، أوقات الكوبل يعني بيجوا إلى كسر حدود الروتين، يعني دايما بيشتغلوا أنه ما يكون في روتين بحياتهم، بس كمان كسر حدود الروتين بيتحول لروتين. يعني بمعنى ممكن مثلا كل فترة يعملوا رحلة، يعملوا سفرة، بعدين الرحلة والسفرة والظهرة بتصير روتين. فهون كمان قدي لازم يكون عندهم عقل انفتاحي وواعي وأفكار جديدة لعن جد ما يغرقوا بالروتين، لأنه شغلة بعتراتب الأيام، ولما الكوبل بيكون صار له كتير زمان مع بعض بيصيروا يحسوها ويلمسوها ويحسوها كتير ثقيلة، أنه إيه أوكي عملنا هيك، ما كل مرة بنعمل ظهرنا هيدي الظهرة، إيه ما كل مرة بنظهرها، غيرنا مطعم، إيه أوكي ما كل مرة غيرنا سفرة، ما كل مرة بنسافر على محل. يعني حتى بيصير كسر الروتين هو روتين، فهون شو بدهم يعملوا ليظهروا من هيدي الحالة؟ ليكي هون عم نلجأ أنه نكسر الروتين بمشاريع معينة. لا، هيدي أكيد لا تخلص، يعني أنه بالأخير قدي بدنا نجدد، قدي بدنا نروح ونجي. ما بدنا نكسر الروتين بس بالمشاريع يلي بدنا نبتكرها. كسر الروتين فيكون بأمور كتير صغيرة، يعني كسر الروتين فيكون يمكن بكزدورة أنا بدي أعملها مع الشريك على محل بيعني لنا اثنيناتنا، تحت لي عبر له فيها عن قدي أنا بيعني لي هذا المحل أو قدي أنا بحبه.
مثل ما قلنا كسر الروتين فيكون بعشاء صغير أنا حضرته أو بتليفون صغير خلال النهار ما أنه متوقعه شريكي بس تقله أنه أنا اشتقت له. يعني كسر الروتين فيكون بأمور كتير صغيرة مش بالمشاريع الكبيرة يلي بدها تخلينا نتعبى وننبسط لأنه هيدا أكيد بتخلص. إيه قولي لي بس كان بدي اشكرك دونيز لانه طبعا الوقت دهمنا. دونيز ابي راشد معالجه نفسيه للثنائي، شكرا على كل النقاط يلي طرحتيها وعلى طريقتك بالحوار الحلوه، عم نتعلم كمان منك اكثر كيف ممكن نحاور الاخر بصوت منخفض بافكار بناءه وهيك تجي مسكوبه بمحلها. شكرا لك دونيز. اهلا وسهلا فيك. اصدقائنا المشاهدين نحن بنروح بريك ونتابع معكم مباشره على الهواء، اذا الله راد بقيم معكم لتمام الساعه 11:30 بتوقيت بيروت. رجعنا لكم أصدقائنا المشاهدين مباشرة على الهواء، محطتنا هلأ مع عصام بليبل نائب رئيس بلدية الهرمل، نحن باتصال مباشر مع أستاذ عصام مباشرة على الهواء عبر سكايب. صباح الخير لك أستاذ عصام. صباح النور. صباح النور. كيفك سعيد اليوم؟ إن شاء الله. الله الحمد لله تمام. يا هلا. اليوم بدنا نحكي نحن وياك عن الكورونا والعمل يلي عم بتقوم فيه بلدية الهرمل والآليات المتبعة بهيدا المجال، بالإضافة إلى بعض الصعوبات يلي طبيعي عم تعترضكم كبلدية. أول شيء وضعنا بالصورة لو سمحت. هي نحن ببداية الأزمة بأول آذار، يعني كانت بلشت أول حالة ب 18 شباط، فأنا جاي قاعد أكثر شيء بأول آذار قصة كورونا بالمنطقة. شكلت خريطة أزمة ببلدية الهرمل عبارة عن رئيس أعضاء مجلس البلدي كلف، عملنا أربع لجان للقيام بالمهام كورونا. نعم. فاللجان هي لجنة الصحة، كمان كل شغلها كان بالتعاون مع الهيئة الصحية ومع الدفاع المدني، ولجنة التواصل والتوعية هي شغلها مع المجتمع المحلي، واللجنة الاجتماعية ولجنة الصيانة. هلا نحن اول شيء اخذنا قرارات مجلس الوزراء وتابعنا، قامت لجنه الصحه بالتعاون مع شرطه البلديه بزياره دوريه اولى المستشفيات الموجوده بالهرم، هي عباره عن ثلاث مستشفيات ومستوصفات للمحال التجاريه للتوعيه. اول شيء توعيه وارشادات شو بدهم يعملوا، العازل كيف بده يكون، اخذ الحراره لكل مريض، هاي بقى المستشفيات والمستوصفات. رجعت جولة ثانية على المحال التجارية كمان لحتى تسكير المحلات وعدم دخول أو دخول أكثر من شخص إلى المحال التجارية، كمان لحتى تخفيف من الكثافة السكانية. نعم. كمان هل إلى في أستاذ عصام هل عم بيكون في تجاوب لما بتطرحوا هيدي الأفكار أو عم بياخدوها؟ يعني في ناس يمكن بتخدها على محمل الجد، في ناس ما بتخدها على محمل الجد، بتقول لك إيه إنه أنا ماني محتك مع حدا جاي من برا، ما بدي أحط كمامة، ما بدي أحط كفوف. إلى أي حد يعني عم بياخدوا هيدا الموضوع بعين الاعتبار وعاطينه أهميته؟ في توعية عندنا، في وعي عندنا الحمد لله. اول شيء المحل التجاري كله، الثاني غير السماني وغير الملاحم والمطاعم، الدليفري فقط لا غير، كلها تجاوبت وسكرت محلاتها. محلات السماني ما في شيء، كله عم ضمن الضوابط، يعني الفتح على الوقت الصبح وعلى الاقفال على الساعه 7، وضع سيد مع المدخل كل محل حاطين عارضه حتى ممنوع الدخول لجوا. في تجاوب، في تجاوب كثير منيح، يعني اخذين الموضوع بعين الاعتبار. نعم تفضل. منطقة حدودية، لأن عندنا مشكلة منطقة حدودية، يعني إذا لا سمح الله دخلت حالي عندنا انتشرت كثير نحن. صح. كيف؟ لذلك نحن عملنا، نحن سكرنا هالموضوع، بدي كمل الإجراءات، تكمل الإجراءات، عملنا حاجز على مدخل المدينة على العاصي حتى حاجز الجيش، طبعا بمبادرة من بعض الشباب وتبنتها بلدية الهرمل، فوضعنا شرطي ومجموعة من الشباب لأخذ حرارة كل شخص داخل على المدينة. ومتابعه اي شخص غريب انه فايت على المدينه، بياخذوا له بياناته لوين رايح ومن وين جاي، لانه اذا كان عليه شبهه حتى نعرف شو بدنا نعمل. كل واحد بتطلع عليه حراره، بيطلع عليه عوارض كورونا، نحن دوري مباشره بالتعاون مع الصليب الاحمر او الدفاع المدني بننقله على مستشفى دار الامل عبد العلبك للاجراء، ياخذوا الاجراء ويفحصوا له البي سي ار. نعم. هل مستشفى دار الامل
بتقدر تستوعب عدد كبير من المصابين؟ هل بتقدر تستوعبهم او بس بينعمل الفحص فيها وبعدين بتشوفوا وين بينحجوا بمكان اخر؟ هلا جديد هم فتحوا للشيء للكورونا هم بالمستشفى، وعندنا بالهرمي حتى عم نجهز مكانه، عم نجهز بمستشفى الهرمي الحكومي قسم للحجر وقسم لعلاج الكورونا ان شاء الله، وحيكون متاح مفترض هلا اسبوع زمان 10 ايام. الكل عم بيتحركوا ضمن حدود البلديه بالماسك وبالكفوف وعم ياخذوا الاحتياطات، ولا دائما بكون ضلوا ملحقين فلان وفليتيني وتنبهوا، ولا لا ماشي الحال الكل كفوف كمامات تطهير؟ طبعا لكل قاعده شواذ، يعني بضل بالنهايه مجتمع ومو كله بيتقبل، فلا انا يعني ما في مشاكل، لان احنا مثلا انا يومي عندنا للفرض العمال او حاجة العاطفي او المؤسسات الدوله حتى المخافر ياخذوا نحن الماسكات والكفوف لحتى نحافظ على اكثر، يعني كل مطرح في عليه على ضغط بشري نحن بنحاول ناخذ الكفوف والكمامات، مش الحال تقريبا ان شاء الله. لكن خوف المدارس والمؤسسات العامه بما انه هم عملوا تخفيف من عدد الموظفين فمش الحال ان شاء الله. استاذ عصام، شو المشاكل يلي عم تعترض البلديه بهيدا الوضع يلي هو حرج، يلي هو نحن عم نجابه شيء مستجد ما كنا سامعين فيه من قبل او سامعين فيه بس ما كنا عايشينه، نحن هلا عم نعيش وباء يعني اول مره بيمر علينا، اول مره بنعرف كيف بدنا نتعامل معه، اول مره بنسمع عنه، شو المشاكل يلي عم تجتاحكم كبلديه وشو سبل المعالجه؟ كيف عم بتعيشوا الموضوع؟ اول شيء مشكلتنا نفس مشكله كل بلديه لبنان، هي قله التمويل والموازنات اللي مش موجوده، يعني اموال البلد المستقل مش موجوده، اموال القليه مش موجوده، نحن موازنات إلنا مع الدوله 2018 و2019 وصلنا لنص 2020 وإلنا خليه ومستحقات خليوي، فكان في حكي انه حيحولونا حولوا مصاري خليوي 2017 كله بعده حكي، ما بعدنا يعني مشكلتنا مشكله ماديه، بس نحن يعني كان عندنا بعد شويه اموال عم نشتغل فيهم، يعني مثلا عندنا في جهاز، عندنا جمعيات، عندنا ناس، عندنا فقراء، عندنا يوميه حالات الناس اللي عاطين، يعني هذه اكبر تحدي لنا كبلديه او لكل بلديات المنطقه، هني الناس اللي قعدوا بلا شغل ولا بلا عمل، يعني مثلا شوفيرات البنات، شوفيرات التكاسي، اصحاب المؤسسات الصغيره، نحن كلها مؤسسات صغيره عندنا، واشتغال مزارعين عندنا، او كلهم تاثروا بالازمه، هودي كلهم بحاجه يعني. هلا نحن ازمه اللي صار لها شهر، عندنا شهر و10 ايام عاطل عن العمل، شو بدك تعمل له سبل عايش؟ هي في اطفال، في مستلزمات المنازل، عليك عن الاسعار اللي عم ترتفع يوميا يعني. ايه يعني هيدا السؤال يلي حضرتك سبقتني فيه، لانه فعلا يعني المواطن غير انه عم بيعاني من هالجائحه يلي هي الكورونا، كمان عم بيعاني من ارتفاع الاسعار الغير مسبوق، يعني حتى اذا الواحد بده يروح يجيب غرضين صار بده يحسب حساب كثير، لانه عم تطلع الاسعار للاسف دون اي رقيب. حضرتكم كبلديه في خطوات قمتوا فيها بهيدا المجال او اشتغلتوا عليها لبالقليل الحد شوي من هالاسعار المتفلته؟ نحن حاولنا نتحاول مع الاقتصاد، للاسف يعني حتى لجنه حمايه المستهلك هي لجنه وليست شيء مقرر، فنحن رحنا اكثر من مطرح على السوبر ماركت، نحن ما قلنا مع الا الشيء اللي بيكون مسعر، يعني نحن محطات المحروقات او الغاز هي مسعره من الدوله، فانت فينا نلاحق على الكايب وعلى السعر، اما محل السماني ما بتقدر تلاحقه على السعر، الا بتحاول انت تحد منه يعني اخلاقه بالاول، بعدين شويه ترهيب، ما بيقول انه انا بقدر بشمع له اياه، في مفروض حمايه المستهلك، مفروض وزاره الاقتصاد هي اللي تتابع هالموضوع او تبعث لجنه، كانوا كل مده يبعثوا لجان بعض بطلوا يبعثوا حدا، يعني احنا حاولنا نرفع الاسعار شوي، فتنا على كم سوبر ماركت كبير، ولا بيقول لك انا السعر اليوم بيجيبوا بالدولار هالقد عبر الدولار، يعني كان دولار 2800 صار دولار 3000، كمان عم يشتري دولار سوق سوداء. بقول لك انا عم اشتري دولار. نعم استاذ عصام، هل عم تشتغلوا هلا على مساعدات عينيه غذائيه او ادويه لمساعده العائلات اللي كثير فقيره؟ نحن بنعرف انه كمان الدوله عم بتقوم بتحرك للمساعده، حصص غذائيه، كل عائله بخط الفقر 400,000 ليره لبنانيه، ولكن من هلا لتكون انجزت، هل انتم بطور الاعداد لمرحله معينه بتجمعوا فيها موارد غذائيه او ادويه للمحتاجين؟ وللاسف علما
كمان أنه المحتاجين عم بيزيدوا جدا، يعني يلي كان فقير صار تحت خط الفقر، ويلي كان تحت خط الفقر صار معدم. عم تشتغلوا كمان على هالناحية ريثما يبين شيء أو يتبدد شيء؟ نحن طبعا من ضمن خطة الأزمة عملنا لجنة اجتماعية اللي بتعنى بهي الأمور، فنحن صار عندنا إحصاءات وتسجيل الأسماء. للأسف يعني أخذنا من المخاطير ومن البلدية اللي سجلوا البلدية، جهزنا اللوائح، وعندنا كمان جمعيات عم تشتغل على جمع التبرعات وتوضيب حصص غذائية. يعني مثلا صار توزيع أول مرة، حدا متبرع كبير كمان جاب حوالي 1000 حصة، وكمان هؤلاء الشباب اللي عم يجمعوا من المحلات من البيوت من الأموال من المغتربين كمان عم يجهزوا حصص عم يوزعوها كل مدة، يعني كل أسبوع عم تطلع حوالي 400 حصة غذائية. ولكن الهرمل هي مدينة، يعني عندنا عبارة الهرمل حوالي 7500 بيت، يعني 7500 أسرة. إذا بدي أشيل منهم أنا الموظفين والعسل والجيش والمتمولين اللي هن قليل، عندي بضل عندي بالهرمل حوالي 5000 أسرة فقيرة، وهلا صارت تحت خط الفقر. فنحن أدمن لهم وأننا مش هنقدر نلبي كل حاجيات المنطقة، كل بيت في منه 4 5 يعني شو. حتى أني زيت حصة غذائية بيبقى عن مشاكل الثانية اللي هي عبارة عن الحليب عن المحفظات عن الشغلات هاي للأولاد الصغيرة. فإن هال 400,000 هي مفروض موجودة من أسبوع أو من 10 أيام، لأنه حتى ال 400,000 شو بتعمل؟ يعني بيطلع على يشتري بالنهار يتسوق ما ولا شيء بتعمل شيء. إيه بس بيقولوا البحث بتسند خابية، يعني أحلى من مشي. أكيد ال 400,000 منا هالمبلغ المرؤوم، بس إنه أكيد البحث بتسند خابية. أنا بدي أشكر طلعتك أستاذ عصام بليبل نائب رئيس بلدية الهرمل، إن شاء الله يا رب بالآونة اللي جاية بتلاقوا حلول كثيرة ومساعدات كثيرة، وإن شاء الله كلنا سوا على الصعيد اللبناني بننتهي من هالجائحة بقى وبنخلص. شكرا للقائك الصباحي أستاذ، أهلا وسهلا فيك. شكرا أصدقائنا المشاهدين، نحن هلأ رح نروح بريك، وبعده منتابع لقائتنا المنوعة لليوم. في عنا فن، في عنا علم، في عنا ثقافة، تابعونا. رجعنا لكم مباشرة، أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا ضمن يومنا الجديد. المحطة هلأ مع دكتور كريستال منصور طبيب بيطري. نحن ودكتور كريستال بدنا نحكي عن كيف بنعرف إذا الحيوان يلي عايش معنا داخل بيتنا وعم نعيش معه يوم بعد يوم هو بحاجة إلى معينة أو لا. كريستال عبر سكايب، أكيد صباح الخير لأليك. بونجور، كيفك اليوم؟ تمام وإنتو؟ الحمد لله ماشي الحال. كريستال، شو معيشة معك أنت بالبيت؟ عندك شي حيوان هيك معك بالبيت؟ صراحة حالياً لا، كان عندي حيوان. ليه؟ نعم؟ ليه؟ لأنه صراحة هلأ عن جديد أجاني بيبي، سو شوي إذا بدك يعني أعطي وقت أكتر شي للبيبي هلأ، بعدين يمكن أكيد رح جيب كلب. ألف مبروك على البيبي. اليوم موضوعنا كريستال بهم كثير من الناس يلي هن عايشين مع حيوان بالبيت، وهالحيوان هيدا بيعتبروه جزء من أسرتهم. ونحن بنعرف قد ايه بيتعلق الإنسان بالحيوان وقد ايه بيخاف عليه، وفعلا إذا بيصروا شيء كأنه صار شيء لحدا من أفراد أسرته. أي متى في علامات بيعطينا إياها الحيوان لازم مثل ما بيقولوا خلاص يدق ناقوس الخطر ونلجأ إلى طبيب للمعالجة؟ نعم مزبوط. هلا بطبيعه الحال طالما الاونر مثل ما عم بتقولي هو معلق كثير بالحيوان تبعه، اقل ساين ببينه هذا الحيوان معقول يقلقه، ومعقول يفكر دغري انه انا دغري بدي احمل حالي وروح على الكلينيك هلا حتى اعالجه. انا اليوم بهمني انه اوضح للاونر طالما نحن بقلب الحجر الصحي، وطالما نحن يعني محجوزين بالبيت يعني ما عم نقدر نظهر كثير، نفس الشيء الحيوان. ليه؟ لانه نحن قد ما فينا بدنا نخفف الخطر على حالنا وعلى الحيوان. يعني في حال تعرض لاي خطر هالحيوان مش دغري نحمل حالنا ونروح على البيت ثاني. سو مثل ما انت عم بتقولي لي عم تساليني شو هن الساينز اللي معقول يخلونا نفكر انه هالحيوان باشي. في كذا ساين ببين الحيوان،
بيكونوا ماينر للميجر. هلا بطبيعه الحال الاونر معقول يفكر كثير بالاول انه هي هذا الكلب عم يبين لي مثلا ساين لاول مره، فور اكزامبل يمكن ما عم ياكل منيح، عم يستفرغ، عم يعمل جري. معقول يكون مثلا حتى هذا الساين عم يبينه لاول مره عم يبينه، او مثلا بين فجاه. هون نعم. الاونر يفكر انه طب لا في شيء غلط، لازم اعالج هذا الموضوع. انا بهمني اقول لكل اونر في عنده كلب او سينه بالبيت وعم بيشوف عنده يمكن ساينز انترميتانت بنسميها اذا بدكم، او يمكن مره بينت بالجمعه، او يمكن مره بالشهر، او يمكن هيك حكه صغيره بالجسم، او استفراغ مره بالجمعه، او دياري مره بالجمعه، او مثلا يمكن عم يسعل كمان كثير نادرا. هذا الشيء اوكي اتس ا ساين، لازم ناخذه انتو كونسيدريشن، ولكن ما لازم دغري من اول مره نتوجه على الكلينيك فيترينير ونفكر انه هذا الكيس اورجنت. لازم نفرق بين الكيس الاورجنت اللي بده اللي هو حاله طارئه بيهدد حياه الحيوان، والساين اللي هو اورجنت ولكن يمكن بخلي الحيوان شوي صحيا يكون منه منيح، ولكن مش لازم دغري نحمل حالنا ونروح لعند الفيترينير من وراء. بس هو دكتور دوريا ما لازم نحن الحيوان اللي عندنا نعرضه دوريا على طبيب، يعني حتى لو ما بوشي ما لازم مثلا كل شهرين ثلاثه ناخده، بركي هو في شيء ونحن مش عارفين او مش عم بيعطينا ساين تبعه. مزبوط. هلا انا برجع بردد وبقول انه نحن هلا بوضع شوي استثنائي، يعني نحن هلا بوضع الكلينيكات الفيترينار فاتحين، ولكن فاتحين بس للحالات الطارئه. هذا الشيء لازم يعرفه كل اونر. يعني انا ما بقدر اذا عندي كلب بالبيت ما بشي وبس يمكن في بدي اروح اعمله تشيك اب، او بدي مثلا بدي اروح اصله ضفيره، يمكن هذا شيء منه وضع بيدعي انه ناخذ الفيترينير، ناخذ الكلب ونروح عند الفيترينير. نحن بايامنا هيدي بالحجر الصحي لازم بس ناخذ الكلب بس لما يكون في عنده حاله طارئه. اوكي حاله طارئه يعني رح شوي بصير اكثر شيء، يعني لما يكون الكلينيكال ساينز مبينين واضحين كثير، يعني فور اكزامبل عم يستفرغ اكثر من 3 مرات بالساعه في شيء غلط، او يمكن عم يعمل جاريه اكثر من مره بالنهار، او يمكن مثلا عم يعمل نوبات عصبيه كرايز، هيدا كمان منه شيء طبيعي. كمان مثلا يمكن اكل شيء من البيت، حسينا يمكن اكل شيء وعم يستفرغ من وراه، معقول يكون عامل انتوكسيكيشن. بهدول الحالات ايه لازم دغري اول شيء نعمله هو انه دق للفيترينير نفسر له فروم اي تو زد شو عم بيصير معه للكلب اون ديتاي، حتى هون الفيترينير يقول لنا اوكي تفضلوا فيكم تجوا لعندي حاله طارئه لازم نشوفه للكلب، او لا في يمكن يوصف لكم دواء من يعني تعطوه من البيت من دون ما انه تعرضوا حالكم وتعرضوا له للخطر تظهروا من البيت. فينا نحن نلجا الى امور موجوده عندنا بالبيت بدون اللجوء الى دواء؟ يعني افترضي انا ما عندي ادويه للحيوانات ببيتي وما فيي اظهر، خاصه هلا بهذا الوضع كورونا ما كورونا، هل ممكن ما بعرف شيء تركيبي يعطيها مثلا الطبيب البيطري للناس داخل بيوتها تقدر تداوي فيها، او لا الحيوان لازم يكون عنده يعني ادويته الخاصه فيه؟ هلا في ادويه خاصه للحيوان وفي ادويه فيها تتاخذ فيها تنجم من الفارماسي. اوكي دونك فور اكزامبل اذا في عندي كلب عم يستفرغ او عم يعمل جري، في عندنا ادويه فينا نجيبها من الفارماسي كمان بتتعطى للانسان، فينا نعطيها بالدوز اللي بيقلنا عنها الفيترينير. اكيد نحن ما فينا نحمل حالنا دغري ونجيب الدواء ونعطيها للحيوان من دون استشاره الفيترينير. يعني بايامنا هيدي اللي كثير مهم نعرفه هو انه التليفون او الفيديو كول او يعني الواتساب هو اذا بدكم التول الاول اللي لازم نستعمله حتى نقدر نعالج الحيوان تبعنا بوضعنا الحالي. سو اي شيء صار مع الكلب لازم انه نتصل بالفيترينير نستشيره، ساعتها هو بيقول لنا يا ساعتها بنجيب ميديكيشن من الفارماسي، او اذا اوريدي عندنا اياه من البيت بنعطيه اياها بالدوز اللازمه، او ساعتها بده يقول لنا لا انا بفضل انكم تجيبوا لها عندي، ساعتها اكيد لازم تتاخذ البريكوشنز الكامله قبل ما انه يعني يفوت الكلب على الكلينيك. هون اذا بدكم فيها نحكي شوي كيف لازم يعني بالاوقاتنا هلا شو عم بيصير بالكلينكس حتى ينعمل كونسلتيشنز اللي قلت لكم عنه الارجانت، اذا بتحبوا نحكي بهذا الموضوع كمان. ايه ليش لا اكيد تفضلي كريستال. ايه سو الفكره هي انه حاليا طالما نحن عم ناخذ الكونسلتاسيون بس الارجانت
اوكي، يعني نحن مثل ما قلت لكم عم ناخذ الحالات اللي عم تهدد حياه الحيوان، واللي لازم من وراها الحيوان يروح على الكلينيك حتى ياخذ العلاج المناسب، لانه هالعلاج ما بيتاخذ من البيت. سو بهالحالات ننصح كل اونر انه ياخذ كل البريكوشنز اللازمه قبل ما يوصل عند الكلينيك الفيتيريناري. يعني اول شيء بنفضل اكيد ما تجي كل العائله على الكلينيك، بنفضل انه يكون بس الاونر لحاله مع الكلب رايح على الكلينيك حتى يشوف شو وضع الكلب. من ميلة تانية ككلينيك فيترينير نحن هلأ حالياً عم نعمل ريستريكشن قد ما فينا للبرسونال اللي بقلب الكلينيك. يعني من ميلة الفاتس عم بيكونوا أقل، يعني العدد تبعهم جست لنسيسار حتى يقدروا ياخدوا هالكيسز الأرجنت. من ميلة تانية عم نجرب قد ما فينا بس ناخد الكلب حتى نقدر نفحصه، والاونر نقدر ناخذ منه المعلومات كلها عن التليفون، يعني او يبقى اذا بدكم شوي يعني ما يفوت على الكلينيك مع الكلب، بس نحن بناخذ منه الكلب وبنعالجه. سو هدول كمان قصص عم ناخذها هلا بعين الاعتبار حتى نساعد على انه هالمرض ما بقى كثير يتفشى يعني قد ما فينا. نعم كريستال، اكثر شيء بالبيوت خاصه عند اللبنانيين بيربوا يا كلب يا بسيني، هيدا معروف يعني. زيت عوارض الكلب هي ذات عوارض للبيسة ولا لا؟ كل حيوان له عوارضه الخاصة. هلا ان جنرال الساينز تقريبا هن ذات عند الكلاب والبسينات. يعني اذا بدك القصص اللي بتعطينا الارم انه هالكلب او البسينه بهم شيء هن زيتهم. يعني اذا بدنا فينا نفكر مثل ما قلت لك الفوميتينج، الدياريا، مش عم ياكل، مش عم يتحرك كثير، عم يعمل كرايز، سيجرز، هو كله نفس الشيء يعني بيصيروا عند الكلاب بيصيروا عند البسينات. هل ممكن ينقل حيوان العدوى لغيره بالبيت؟ يعني لنعتبر حيوان صار عنده دياري فوميسمون، ممكن ينقل هالفيروس يلي اخذها او هالبكتيري للحيوان الثاني الموجود معه بالمنزل؟ اذا كان في اكثر من حيوان اكيد في احتمال انه ينتقل فيروس معين بيناتهم، اي اكيد، وخاصه اذا منه فاكسينيتد. هلا يوجوالي الكلاب والبسينات اللي عندنا بالبيت بيكونوا فاكسينيتد، بس انه يمكن اذا لقطين شيء ثاني مش ما خص الفاكسين فيها ساعتها معقول تنقلها للكلب الثاني، الكلب نعم الاخر. كريستال، بالتزامن مع موضوع الكورونا نحن سمعنا عبر الاعلام وعرفنا انه في كثير من البيوت كان عندها كلب او بسينه مربيين صار لهم فتره زمنيه مش ولا بد تخلوا عنهم لانه خافوا من قصه العدوى، لان كان في كثير اخبار انه الحيوان ممكن ينقلها للانسان، مع انه الابحاث اثبتت انه الانسان ممكن ينقلها للحيوان. صار في كثير هلع حتى وصل الامر الى تسميم بعض الكلاب وكبه بالطرقات. قد ايه احنا هون فينا للاسف اكيد لانه هيدي روح بالنتيجه، قد ايه هون من هالمنبر فيك تطمني كل يلي عندهم كلاب وبسينات بكلمتين عن هيدا الموضوع، شو فيك تقولي لهم؟ اوكي، ما بدي ارجع عيد كثير مواضيع انحكت اوريدي، بس بدي اقول انا ان بريف، اوكي، انه الكورونا فيروس عند الانسان منه هو ذاته اللي موجود عند الحيوان، الحيوان يعني الكلب والبسينه في عندهم نوع كورونا، اوكي، ولكن غير كليا عن تبع الانسان، اوكي، وحتى السيمبتومز اللي بيعملوهم غير كليا عن تبع الانسان، سو الكلب والبسينه ولا ممكن انه يكون عندهم هن كورونا وينقلوها للانسان. نعم كريستال، سؤالي الاخير لك، لازم نضل نحمم البسينه او الكلب؟ في ناس ادمنهم مهوتسين كل يوم كل يوم كل يوم بيحمموا الكلب والبسينه، عادي ممكن نسبب لهم اي شيء ولا لا شيء طبيعي؟ لا لا ابدا، اصلا حتى بالايام العاديه كمان ما لازم نحمم الكلب والبسينه كثير، وخاصه البسينه اصلا بتلحوس حالها، هي بتنظف حالها. بس بالنسبه للكلب نحن ما بننصح انه يتحمم كثير ابدا، لانه بنكون يمكن احنا عم بدنا نحميه من شيء يلقطه، يمكن عبر الجلد او عبر هذا، خايفين من شيء معين مثلا يلقطه، بنكون نحن عم ناذيه اكثر، لانه بنكون عم نخليه يعني اذا بدكم السكن تبعه عم تضعف، الفير تبعه عم يضعف، يعني اذا بدكم عم نكون عم بدنا نحميه بنصير عم ناذيه، وبصير بدنا يعني نسبب له dermatological diseases. So that's why الأفضل أنه ما نحمم كتير الكلب، وإذا بدكم يمكن كل جمعتين أو ثلاث جمع مرة.
اوكي دكتور كريستال منصور طبيب بيطري، انا بدي اشكر اطلالتك الصباحيه معنا ومبروك على البيبي، وان شاء الله ثاني مره بنشوفك باستديوهات يوم جديد كريستال. ان شاء الله ميرسي كثير، يعطيكم العافيه. شكرا لك. اصدقائنا المشاهدين نحن بننتقل هلا لبريك ونعود معكم مباشره على الهواء لنتابع مع ضيوفنا يلي عم بيحضروا حالهم تباعا عبر سكايب. رجعنا لكم أصدقائنا المشاهدين على الهواء، طبعا بعض المحطات عم بتكون فنية، بعضها ثقافية، بعضها طبية. محطتنا هلأ فنية بامتياز. بصرني رحب بالفنان إيدي بندلي. صباح الخير لك إيدي. صباح النور سحر، كيفك؟ عم نحكيك مباشرة، حضرتك بأربيل. صحيح صحيح، يعني عم نحكيك بالتزامن مع إطلاق ترنيمة خذني بقرب قلبك. يعني دائما نحن بنقول بالاوضاع الحساسه وبس يكون في هيك حزن وشجون وعاطفه جياشه نلجا الى الرب، يمكن بترنيمه يمكن بصلاه معينه. امبارح انا وعم بحكيك هيك بالصدفه قلت لي امبارح وضعنا اللمسات الاخيره على ترنيمه خذني بقرب قلبك. خبرنا عن هالترنيمه، فحواها، ليه اجت بهذا التوقيت بالتحديد، وقد ايه ايدي لقى حاله بهيدي الترنيمه بالتحديد؟ أول شيء أنا بفتخر وبيشرفني إني أكون ضيفك على الأو تي في، اللي هي أساساً منبر عطول كان موجود وعطول نحن منطلع عليه ونفتخر فيه. طول عمرك. بالنسبة للترنيمة أنا مش جديد علي هذا الموضوع، لأنه عندي مسيرة روحية قديمة، يعني عمرها تقريباً شيء 20 سنة بال يعني النشاطات الروحية بالرعية وكل شيء والجمعيات الروحية، يعني شاركنا بكتير مطارح. سو أنا من الأساس كمان برنم بالكنيسة بمطارح كتيرة. بس ليش هيدي الترنيمة بالذات؟ لأنه هيدي الترنيمة حبيت نخصصها ديو أنا ورفيق لألي اسمه جول مبارك، حبيت نخصصها بهذا الزمن يلي هو زمن الفصح المجيد، كرمال بس نقول كلمة مرسي لربنا يلي هو عاطي هالوزنات، هو عاطي هالموهبة، نذكره بمطرح من المطارح، كرمال حقيقة يعني مثل الواحد عم بيقول لربه أنا بحبك كمان، يعني بعرف أنه أنت بتحبني كتير كتير كتير، بس أنا كمان بحبك. هيدي هي يعني القصة لا أكتر ولا أقل. يعني اليوم الإنسان يلي بده يعمل شيء رسولي أو شيء يقول فيه للرب أنه هو بحبه، لازم يعمل إفور معين، يمكن بمواهبه بموزناته، بس لازم يعمل شيء معين. وهو صدقيني منه إلا رد جميل كتير 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 بسيط، على قد ما هو عطينا وزنات وقد ما هو ناعم علينا نعم، يعني ما شيء اللي نحن عم نعمله. شو رأيك إيدي نشوفها سوا عبر شاشة الأو تي في؟ أكيد نشوف شوي منها، منرجع منتابع حديثنا معك مباشرة على الهواء، لأن قد ما خبرتنا عنها بدنا نسمعها وبدنا نشوفها. يلا نشوفها سوا. Thank you. أعبدك خذني بقرب قلبك فأعبدك وأغني من مثلك أغني من مثلك وأغني من مثلك أغني من مثلك أبي أنت وإلهي صخرة خلاصي حافظ العهد والأمانة لا تنكر نفسك. إيدي قضية حاولت من خلال الكلمة
ولا حنتوصل الفكرة علما أنه نحن بهيدي المرحلة بالتحديد بحاجة فعلا بحاجة ماسة إلى وجود الرب. هلأ نحن بحاجة ماسة إلى وجود الرب بحياتنا بكل حياتنا، ولكن هيدا هو الإنسان بس يكون أمام مصيبة معينة بيتعلق أكثر بربه، بيطلب ربه أكثر وبيقول له دخيلك حميني. أدي حوالت أدي من خلال الكلمة ولا حنتوصل الفكرة؟ يعني إذا بدك الحلو بربنا أنه هو بينظر ما فيه بالنوايا، لأنه إذا بده ينظر ما فيه بالأفعال يمكن ما بنستاهل نكون كلنا بهالدنيا، بس الحلو فيه برحمته هو بينظر بالنوايا، والنية الحمد لله كانت طيبة وعطول بإذن الله في استعداد نعمل أعمال أكثر وأكثر. أكيد كانت مقصودة بشكل أو بآخر أنه نرجع نعمل إعادة فحص ضمير، إعادة للذات، إعادة إذا بدك للتوبة الإنسانية لاتجاه ربنا، تكرمال حقيقة نقدر نجسد هالإيمان مش بس بالأول بيكون بالفعل. أدي يعني طبعا حضرتك صرك فترة زمنية كبيرة بهيدا المجال، حضرتك فنان تتقن فن الكلمة واللحن، برأيك شو الواحد بده يعمل ليترك بصمة بهيدا الوضع؟ مش عم بحكي عن هيدا الوضع نحن فيه اللي هو كورونا، بالوضع الموسيقي العام بالبلد. يعني نحن بنعرف انه الغنية هلأ اللي بتنسمع هلأ يمكن من زمان ما كانت تنسمع، أو بالعكس نعرف أنه بده ينحط كتير إنتاج لتبين الغنية ويبين الفنان ويبين الفيديو كليب. أضف إلى ذلك بده يعرف الفنان شو بده يختار تيترك بصمة. شو عم بيعمل آدي لما بيكون أمام أغنية مش ترنيمة دينية، أغنية عادية، لفعلا يترك هيدي البصمة يلي حابب يتركها بين الناس؟ أكيد أكيد، أول شيء بده يفكر out of the box، يعني بده يفكر out of the box، ما بده يفكر بطريقة standard. يعني اليوم مثل ما عم نشوف أنه في إنتاج معين، إذا أنا اليوم بدي أعمل إنتاج شبيه أو يشبه الإنتاج يلي عم بينعمل، ما الحمد لله اللي عم بينعمل كتير حلو والسوق مش بحاجة لأيدي بندلي. بس اليوم وقتا نحن حقيقة نقدم شيء بده يكون مميز، يكون على مستوى، يعني اليوم بيت البندلي والمدرسة البندلية عودت الأوديانس تبعها على الميزة وعلى الشغل اللي بينعمل، قديش سابقين عصرهم بالأغاني بكل شيء نعمل. تسمعي أغاني للبندلي عمره 40-50 سنة بتحسي بعده اليوم وقتها وكأنه انعملت اليوم أو انعملت امبارح. هذا أكبر دليل أنه نحن العائلة والإرث البندلي ورتنا كتير للجيل الثالث يلي هو أنا وريمي والجيل الثالث يعني أولاد هالبندلي. فاللي بدي أقوله أنه بده يكون في بصمة حقيقة. كيف تتجسد هالبصمة؟ مثلا أنا لما نغني بغني على إنسترومو أنا مخترعة مسجلة براءة اختراع بوزارة الاقتصاد، سو بغني على شيء مش مألوف. مثلا تاني شيء الباك جراوند ميوزك كتير كتير فيها مني أنا، يعني الموسيقى، التوزيع، الماسترينج، الأشياء اللي بغنيها عطول بجرب قد ما فيه أني أضيف بصمة موسيقية بشكل أنه غير البصمة اللي أنا بالأداء أو بالأحساس اللي أنا بقدمه يلي الحكم الأخير هو للعالم وللناس، هنا بيقرروا قدي حقيقة هيدي البصمة مميزة. بس صدقيني ست سحر، إذا أنا جاي أقدم شيء بيشبه غيري صدقيني غيري مكفى وموفى اوريدي الساحة اسم الله يعني عاجقة. وأنا نصيحتي للكل، يعني أول شيء فيي أنا وللكل العالم لكل الفنانين، أنه اليوم ضروري ما نفوت زيادة عدد. يعني أول شيء أنا عم بدعي حالي لألي، إذا أنا زيدت عدد لا خليني ما أحلاني والإرث البندلي كيفيني وبجنن، يعني عايشين بهالنعمة مثل ما بيقولوا. بس عندي شيء أدمج جديد. عفوا، هل الاسم هو بيصنع الفنان ولا الفنان بيصنع الاسم؟ يعني ما بدنا كمان نتخبى وراء اصبعنا مثل ما بيقولوا، يعني بس تقول بندلي، عائله بندلي العريقه الكبيره يلي عندها يعني مساحات مع الفن وخطوات وجولات وصولات، هون قد ايه اوقات بيخدموا الاسم للفنان او بالعكس اوقات بيصير مثل كانه شو ما نعمل ايه لانه عائله بندلي بظهره، فهون الفنان اوقات بحس بحاله ضياع. كيف بتفسر هذه الحالة؟ ليك عنا أمثال حية بالوسط الفني من دون ما نسمي. بدي أقول لك ست سحر، أكيد الاسم بيلعب دور كتير أساسي، بس كمان سيف ذو حدين مثل ما حضرتك قلتي. يعني إذا هالشخص ما رح يقدم شيء بليق بالاسم اللي هو حامله،
حيكون شيء كتير مزعج لإله بالوسط الفني، لأنه العالم رح تقدر تقفره. اللي بدي أقوله بالانطلاقة ممكن تخدمه إلى حد ما، بس ما بيصح إلا الصحيح. يعني إذا بدك المزبوط المزبوط، إذا بدنا أنا وياكي نحكي دايركت، الموهبة تصنع الفنان ولا شيء آخر. هلأ إذا بتقولي لي في حدا مش موهوب أو ما بعرف شو، طيب قديش بده يعمر؟ شهر، شهرين، سنة، وبعدين بدها تبين الحقيقة. أكيد. يعني أدي كل أغنيتك جميلة، يعني عن جد كل واحدة هيك عندها ميزة، عندها سحر بمكان ما، عندها شيء هيك بيجذبك بيشدك. بس سمعتك عم بتغني يا بتفكر يا بتحس، قلت أنا ولا ممكن ولا ممكن مر الفقرة إلا ما أسمعها منك ولو مقطع صغير. قد ما هالغنية عطت هيك إفي بصوتك، وقد ما كتار كتار حكيوا عنا إنه شو طلعت هالغنية حلوة لما غنيها الفنان إيدي بندلي طبعاً، وتحية كتير كبيرة للفنانة الكبيرة شيرين. أول شيء قد إيه فعلاً حطيت إحساسك بهالغنية وليه تعطت إذا بدك هالإيكو كله؟ تقلك أول شيء تحية كتير كبيرة لشيرين، يلي أنا من أعظم الأصوات يلي أنا بحبها كتير. أنا الأغنية ست سحر إذا ما كان بقدر ضيف عليها بشخصيتي وبصمتي ما بغنيها، لأنه هي أوريدي حلوة ما في شيء ينزيد عليها. فأنا إذا بدك الأغاني كلها اللي بغنيها بحفلاتي هن أغاني تخضع لدراسة كاملة بالأداء، بالموسيقى، بكل الشغل، حتى بكل إخراجها كيف بدها تكون. فهيدي الأغنية شرحتها مثل ما بيقولوا واشتغلتها، والحمد لله مثل ما حضرتك عم تقولي عم بتلاقي أصداء كتير حلوة. هي أصلاً غنية بالكلام وباللحن وبالمغنى رائعة رائعة. فينا نسمع شوي هيك من قبل ما رح نسمع المطلع. تكرم عينك، بس المطلع تفضل. تكرم عينك، تفضل إيدي. الأنا كنز دا يلي اقتنع، بس نحنا مركبين عطمع. الأنا كنز دا يلي اقتنع، بس نحنا مركبين عطمع. عم جرب حب ووقف، أنا عم جرب مش عم أعرف، عم جرب الحق عقلي والمنطق شو بيقلي، عم جرب مش عم أعرف. عم جرب حب ووقف، أنا عم جرب مش عم أعرف، عم جرب الحق عقلي والمنطق شو بيقلي، عم جرب مش عم أعرف. يا بتفكر يا بتحس لا في توقف من نص ولا في تغل، كل شي نقي واحد من منبت. يا بتفكر يا بتحس لا في توقف من نص ولا في تغل، كل شي نقي واحد من منبت، واحد من منبت. الله الله يا إيدي، سلم هالتم كتير حلوة، وعن جد هيك أنا عشتنا بيها الصبحية. بدي تابع أنا وياك لنحكي شوي عن سكت الحكي. مثل ما سبق وكنا عم نحكي أنا وياك أنه للواحد يترك بصمة، بده إنتاج، بده مادة، بده كلمة ضاربة، بده لحن ضارب، بده مكان، يعني كل هالأمور هيدي بدها تنسجم مع بعضها لا يكون في عنا أغنية ناجحة. كيف تحكم على سكت الحكي؟ وقد ايه حسيت انه عملت الشيء اللي انت كنت عم بتفكر فيه؟ سكت الحكي اول شيء من كلمات الشاعر تركي المنوخ، من الحاني وتوزيعي، وانا عامل الماسترينج ومغنى. 100% اللي عم تقولي صح، بس اللي بدي اقوله يمكن يبين مجنون ويمكن يبين ما بعرف كيف، بس انا رح اقوله مثل ما انه انا شخص عم بخوض مواجهه بيني وبين ذاتي. تكرمال أقول إنه الإنسان يلي عنده موهبة ولا ممكن ما تصيب،
لأنه قد ما تغمضي على عيونك، بس إذا في عن جد موهبة، لو أنت عملتي إنتاج خاص ومؤمنة باللي عم تعملي وفي بصمة حقيقية بدها توصل. والدليل أنه سكت الحكي بالذات هي إنتاج خاص وشخصي، وأنا يعني أنا قمت بالمبادرة وأكيد حطيت إيدي بإيد هذا الإنسان الشاعر يلي عطاني هذه الكلمات واشتغلنا هذا الشغل، وكان عندي إيمان كتير كبير أنه بالنكهة وبالشيء اللي بدي نعمل لابد أنه ما توصل. ليش عم بعمل هيك؟ لأنه بدي وصل مساج لكل إنسان موهوب ومحطوط على الرف أنه أنت إذا عندك موهبة ما تخاف، بدها توصل لأنه ما بيصح إلا الصحيح. سو هيدا الانطلاقة الفكرة، وأكيد مسيرتي الفنية اللي بتقعد بعد بأغاني أكتر وأكتر. بس اليوم إذا بده يكون إلنا فضل بالفن اللي عم نقدمه، لازم برأيي أنا بيني وبين حالي أني أنا خود هالحرب أو هالمواجهة وأثبت ذاتي بحالي من دون أي دعم تاني. هلأ في ناس بتعتبر هيدي الفكرة مجنونة، رأيت مزبوط مجنونة، بس أنا ماشي فيها لأني مأمن. الفنان آدي بندلي، نحن ما فينا نتمنى لك إلا كل الخير يا رب. إن شاء الله دايما منشوفك بتألق مثل ما دايما منشوفك من خلال أعمالك. بعرف إنك بأربيل وبعرف إنك مشغول كتير ولبيت الدعوة، فأنا بدي أشكرك كتير يا آدي. بس إن شاء الله منكون مجتمعين سوا قريبا وبتسمعنا أجمل الأغنيات وأجمل الكلمات والألحان. تسلمي. بس بدي أقول شغلي، أنا بفتخر فيكي وصدقيني الكلام اللي قلتيه عني، أنا مش طالب من أكتر من هيك. فأنا طموحي حقيقة أني أوصل لقلوب الناس، لا فرقانة معي الصف الأول ولا الصف الثاني ولا الصف الثالث، بمجرد ما أنت عطيتي فيي هالشهادة أنا هيدي بشوفها قد الدنيا. مرسي ست سحر، مرسي أو تي في، مرسي لكل الأشخاص وخاصة بحي صديقي إيليا اللي بشتقت له كتير كتير. وإن شاء الله منشوفكم قريبا مثل ما حضرتك قلتي. شكرا لك ايدي بندلي الفنان يلي منشوف حالنا فيه، ان شاء الله بتتابع بنفس الوتيره. اهلا وسهلا فيك اصدقائنا المشاهدين. نحن سريعا لما يفوتنا الوقت رح نروح ناخذ بريك وبنرجع لكم مع انترفيو جديد، معلومات جديده وضيف جديد.